يطيب لي اصاله عن نفسي ونيابه عن باقي الاعضاء والمنخرطون. ان اعبر لكم اخواننا عن ان سعد ماذا سعدتنا بتواجدنا بينهم وفي ضيافتكم لنفعاليه هذا اللقاء التواصلي الذي ابنى على احياء اواصره وجعله بما اولوياتنا الاستراتيجيه. كما لا يخفى عليكم اليوم كان عندنا واحد اللقاء تواصلي بجهة مراكش أسفي قصد تزكية الأخ ديالنا السباعي، تزكيته قصد تكوين مكتب جهة مراكش أسفي، وفي نفس الوقت عقد لقاء تواصلي ومناقشة بعض المشاكل اللي كتهم الجهة ديال مراكش أسفي. هو في الحقيقة نفس الإشكاليات اللي كنلقاوها في جميع الجهات واللي كنلقاوها كاع في المغرب ككل، وهي الناس كيعانيوا من بعد الناس اللي هما دخلاء على هاد المهنة ولا على هاد الشركات اللي هما ديال قاعة الأفراح واللي كيتجلاو في السمسارة وفي حوايج أخرى اللي هي أكثر من داك الشيء. وإن شاء الله حنا راه كنناقشوها ونشوفوا كيفاش غنديروا الإشكاليات ديالها، وفي انتظار استكمال بعض القوانين اللي هي كتتعلق بقاعة الأفراح وتقديمها للسلطات المختصة قصد المصادقات عليها. وبعد ذلك غادي نكونوا كنشكلوا واحد الإطار قانوني لأي قاعة ولا أي مكان اللي هو خاص بالحفلات غيكون عنده الضوابط ديالو إن شاء الله. بالنسبة للعشوائي في القطاع هما الناس اللي كي تنقول لك هما تيكونوا خوتنا، حنا انا غادي نقول لهم خوتنا واخا ما داخلينش معانا ولكن خوتنا، لان اليوم الدوله خصك تكون رابح الدوله تستافد والمقاوله تستافد. كاينين تنعرفوا الناس في هاد ما تيخلصوا لا ضرائب لا كذا، راه هذا هو الاشكال اللي تنعاني، وتنقصوا حتى في الاثمنه، وهذا ضرب المهنه والمهنيين كاملين.